أنا اسمي عبير سالم أحمد، محافظة الفيوم، مركز يوسف الصديق. أنا الرئيس النهاردة كرمني محافظة الفيوم المركز الأول، عشان احنا عاملين مشروع كأسرة منتجة، وكنا يعني بمساعدة ومساندة طبعا جهاز تنمية المجتمع، ساعدنا في ان احنا نطلع نخرج مشروعنا للنور. وبيشكر سيادة الرئيس جدا جدا على مبادرة حياة كريمة اللي خلت مشروعنا ومشروع كل البسطاء اللي زينا يخرج للنور. طبعا احنا سعدته وكرمنا وادانا شهادة النهاردة وادانا مبلغ مالي، ووعدنا ان هو ينفذ لنا مشروعنا على ارض الواقع. احنا طالبين طبعا ورشة في قرية تونس، ورشة ومعرض هنشتغل ونعرض، عشان احنا قريتنا قرية ريفية بسيطة ما فيهاش مكان للحاجة دي او تسويق الحاجة دي. قرية تونس قرية سياحية ممتازة. هو وعدنا ان هو ينفذ لنا، وسعداء جدا 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 بلقائه النهاردة وتشجيعه للمبادرة الجميلة دي. وبنشكر كل اللي كانوا موجودين وساعدونا طبعا، وبنقول له تحيا مصر وتعيش يا رئيس. حضرتك احنا مشروعنا باسم أسرة الفن اليدوي، على أساس ان احنا كأسرة مع بعض كلنا بنشتغل في المشروع ده، رسم وتدوير المخلفات، ان احنا بنطلعها بشكل جميل. وطبعا الشغل ده لوحات زيتية والوان اكريليك وفي الوان مائية، طبعا رسم بكذا طريقة. طبعا الولاد اتعلموا والحمد لله، يعني بيساعدوا معايا في رسم اللوحات، ويعني الحمد لله المشروع بالنسبة لنا. طبعا لما بيتعرض في معرض زي تروسنا ده يعني حاجة كويسة جدا.